أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما. يعني لما بتحب مش بتحب بكل قلبك، خلي لك فد ربع من قلبك خليه مسكر، حب 75%، وخلي 25% للاحتياط، لأنه يمكن هذا اللي حبيته يمكن ينقلب إلى مبغض. ما صايرة؟ صايرة. في ناس بتحب موت بتصير يبغضك موت، غالباً بتصير مع الشباب والبنات لما بيحبوا بعضهم. بيشوف بعض الناس بحب وبيشوف أنه والله إذا ما تزوج هالفتاة راح ما في دنيا، ما في دنيا وما في عمر، وإذا هو بعد ما تزوجها يطلقها، قال ما بطيقها بعد، أو هي ما بطيقه. ما في بعض النساء يكتبوا الكتاب وتقول ما بقدر أشوفه. صاير عندنا هل، لأنه الإنسان عواطفه مش بإيده أو تتغير. وإذا الإمام يقول أحبب حبيبك هونا ما، هيك بشكل يعني متوازن، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. في شاعر يقول عن المسألة بين العدو وبين الصديق: احذر عدوك مرة لأنك تعرف عدو، واحذر صديقك ألف مرة تحفظ، فلربما انقلب الصديق فكان أعرف بالمضرة. ما في بعض الأصدقاء يقول أنا بعرف كل ما يعني أسرار فلان، وخنا بيعرف كيف هذا. هذا بالحب. وأبغض يعني معناها هون، لا، إذا أحببت لا تربط كل الجسور، خلي لك جسر تهرب منه لما يصير بغيض. وأبغض بغيضك هونا ما، هم لا تبغض بكل قلبك، خلي فد منطقة في القلب للاحتياط. وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لما تبغض لا تنسف كل الجسور، خلي لك جسر إذا يريد يجي عندك ويغير حتى يأتي. هذا أمير منين هيك؟ شكر مين من عندنا يعرف أمير منين بالشكل؟